الطيور والفيضانات التي اجتاحت محافظات الجنوب خاصة محافظة البصرة، كشفت أنه وبعد 16 عاماً ومع تعاقب الحكومات أنها لم تضع حلولاً ناجعة لتفادي الأمطار والفيضانات. الخدمات المعدمة في العراق توضح لنا في موسم الصيف وفي فصل الشتاء أن المواطن العراقي كأنه يعيش قبل 100 عام، والفضل يعود للحكومات المتعاقبة التي جلبها المحتل الأمريكي في المقطع التالي سنشاهد امرأة مريضة تم نقلها بواسطة ثلاجة قديمة، وذلك بعد غرق منطقة الصالحية في محافظة البصرة، فلنتابع. هاي امرأة مريضة، طبعا هسه جابوها من المستشفى يحطونها بثلاجة ويعبرونها. وين الإنسانية؟ مناشدة للإنسانية. محافظ العدة غيرة، مجلس البلدي، أي واحد عدة غيرة يجي لهاي المنطقة المنكوبة الصالحية، تنومة منكوبة زين؟ اليوم جاي الناشد وأي مسؤول وأي حركة وأي آليات ما تواجدت بهاي المنطقة.